مفيش عمل صعب بيتعمل إلا ما بيكون له نتائج جيدة إذا كان العمل الصعب الهدف منه البناء والتعمير والتنمية. تعرف صرفنا كام مليار على دعم المواد البترولية في الست سنين اللي فاتوا؟ أكتر من 540 مليار جنيه. كل عربية نقل ماشية في الشارع وكل ميكروباص وأي عربية بتاخد الحاجة بنص تمنها. مين اللي بيديله النص التاني؟ مش أنا، أنتوا والمستقبل. مفيش حد في العالم المتقدم اللي أنتوا عايزين تقارنونا بيه بيعمل كده. العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها. كل مرة هنبذل فيها الجهد ونتحمل فيها بصبر لازم هتجدوا ان في نتائج افضل. وارقام وزنة 2019 اللي وفرنا منها 37 مليار بتقول ان كل الفلوس اللي هتتوفر من ترشيد دعم المواد البترولية هتتصرف على صحة وتعليم وتكافل وحماية اجتماعية ومعاشات وزيادة مرتبات. هنرفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. يعني خدمات مباشرة للمواطن المصري اللي استحمل كتير واللي فعلا يستحق ده. ترشيد دعم المواد البترولية الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لأصحابه. مية مليون مصري عايشين في البلد بيحلموا بسكن مناسب، تعليم كويس، مستشفيات ترعاهم بجد، ووظيفة بمرتب محترم. نفسهم يطمنوا على مستقبلهم ومستقبل ولادهم. الحكومة بتعافر عشان توفر ده، لكنها متكتفة، مجبرة كل سنة تدفع مليارات لدعم المواد البترولية رغم ان الدعم ما بيوصلش للمستحقين، لان اللي عنده عربية بياخد الدعم مرة واللي عنده عربيتين بياخد الدعم مرتين، اما اللي ما عندوش عربية خالص ما بياخدش الدعم ولا مرة. يبقى ازاي ده اسمه دعم؟ ده الدعم بيتقال عليه دعم عشان يروح ويوصل للي يستحقه. لما بنتكلم عن الشريحة الاخيرة من دعم المواد البترولية مش بنقول رفع السعر، الكلمة الصح هي ترشيد دعم المواد البترولية اللي هيوفر للبلد السنة دي حوالي 37 مليار جنيه. هيتوزع جزء منه لموازنة التعليم اللي وصلت ل 134 مليار جنيه، وجزء لموازنة الصحة اللي وصلت لأعلى رقم في تاريخ الوزارة وهو 124 مليار جنيه. وقرى كتيرة كانت تحت خط الفقر في الصعيد، وجزء لدعم الأجور اللي ارتفعت ل 301 مليار جنيه عشان الدولة تنفذ التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وترفعه من 1200 ل 2000 جنيه. وعشان ما حدش يضحك عليك، سعر رغيف العيش مش هيتأثر ولا هيزيد. الحكومة ملتزمة إن الدعم يوصل لأصحابه، والموازنة فيها أكتر من 25 بند للدعم، منها دعم الكهرباء ب 4 مليار جنيه، ودعم لبن الأطفال بمليار ونص، ودعم التأمين الصحي لغير القادرين بمليار، ودعم الإسكان الاجتماعي ب 3 مليار و 900 مليون جنيه، ودعم توصيل الغاز الطبيعي ب 3 مليار و 500 مليون جنيه، وكمان دعم المعاشات ب 82 مليار جنيه، ودعم تكافل وكرامة ب 18 مليار جنيه، ودعم العلاج على نفقة الدولة ب 6 مليار و 622 مليون جنيه. الأرقام بتكشف لنا الحقيقة، بتنورنا وبتدلنا على الطريق الصحيح. وأرقام وزنة 2019 بتقول إن كل الفلوس اللي هتتوفر من ترشيد دعم المواد البترولية هتتصرف على صحة وتعليم وتكافل وحماية اجتماعية ومعاشات وزيادة مرتبات، يعني خدمات يحس بيها المواطن اللي تحمل كتير واللي ساند البلد على طول في وقت أزمتها، اللي ساعدها عشان تقف على رجليها بعد الظروف الصعبة. المواطن ده فعلا يستحق مستقبل أحسن ليه ولولاده، ويكون متأكد إن البلد معاه.
وواقفة جنبه. ترشيد دعم المواد البترولية الشريحة الأخيرة، علشان الدعم يوصل لأصحابه.